أول حاجة لازم يكون عندنا الخط بتاعنا يكون مظبوط علشان الهلال يطلع من فوق وما نتلخبطش فيه. طيب حرف الواي هيبقى شكله ازاي؟ كده زي كأن نص دائرة والإيد بتاعها والنقطة فوقها بالظبط اليد بتاعته علشان يعرف يمسك في الحرف اللي بعده. طيب وسط الكلمة هيبقى اليد بتاعته على الخط وهنعمل كده وكده وكده وادي هننزل اليد بتاعته وهنحط النقطة هنا. طيب هو ليه اسم ليه دراعين؟ علشان يمسك في الحرف اللي قبله ويمسك في الحرف اللي بعده. طيب نشوف بقى شكل حرف الواي في آخر الكلمة. ادي الايد بتاعته علشان يمسك في الحرف اللي قبله يا ولاد وهنعمل كده 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 وننزل بيها. طب هو هيكون ليه نقطة ولا ملوش؟ ايوه هنحط النقطة هنا. يبقى هنا في أول الكلمة ليه دراع واحد علشان يمسك في الحرف اللي بعده، في وسط الكلمة هيبقى ليه دراعين علشان يمسك في اللي قبله ويمسك في اللي بعده، طب في آخر الكلمة هيبقى ليه إيد واحدة بس علشان يمسك في الحرف اللي قبله. طب تفرضوا لو كان في قبل حرف الواي حرف من حروف اللفاظ عسل لو جه في آخر الكلمة هيكون ليه إيد؟ لا يعني مثلا حرف الغين هيمد إيده كده ويمسك في الحرف الرفوص. طب ما الحروف الرفوصة بترفصها برجليها مش هتقدر تمسك ايديها، ساعتها حرف الغين هينزل ايه؟ ساعتها بقى حرف الغاي مش هينزيله دراعه، هيبقى شكله كده نص دائرة وننزل بيها ونحط النقطة. كده عرفنا أشكال حرف الغين. غاي في أول الكلمة، غاي في وسط الكلمة، غاي في آخر الكلمة، غاي لوحدها. كده عرفنا اسمه وشكله. طيب هنعرف ازاي بقى حرف الغين؟ هنعرفه كله من صوته. يعني انتوا مثلا دلوقتي انتوا سامعين صوتي بس انتوا مثلا مش شايفين، مش هتعرفوا تميزوا صوتي من غير ما تشوفوني؟ ايوه اكيد هتعرفوا تميزوا صوتي علشان ربنا سبحانه وتعالى خلى كل واحد ليه صوت مختلف عن زميله. طب صوت هيبقى حرف الواي يبقى ايه؟ غ غ غ غ غ. ادي صوت حرف الواي. وعلشان انتوا شاطرين انا هحكي لكم قصه الغزال الصغير. هنطلع من القصه دي كلمات فيها حرف الواي، ركزوا في القصه معايا علشان انتوا شاطرين هتعرفوا
كلمات غصن نكتبها هنا عشان تبقى تحت الغصن.